أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى سيداتي سادتي إخواني المشاهدين، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من حصة مونشيت. كنا في عدد سابق تحدثنا عن التصورات الدينية التي صاحبت أزمة كورونا، وكيف اختلفت هذه التصورات، وكيف انتقلت، ولها أيضا عوامل جغرافية وعوامل حضارية كثيرة أثرت في هذه التصورات. كنا مع الأستاذ دكتور زبير عروس، نواصل مع الأستاذ في هذه الحلقة الثانية مع الأستاذ زبير عروس. وللتذكير، وأستاذ علم الاجتماع بجامعة الجزائر ورئيس مخبر الدين والمجتمع في الجامعة ذاتها جامعة الجزائر، ويشتغل منذ سنوات على مواضيع شتى في تتعلق بالعقائد، بالمذاهب، بأيضا السلوكات والممارسات الدينية في الجزائر وحتى داخل الدائرة الإسلامية بشكل عام. مرحبا بك أستاذ زبير. مرحبا أخرى معنا. وكنا تطرقنا في الحصة الماضية إلى التصورات، والآن ندخل في عمق الوعي المجتمعي بذاته كما يتجسد من خلال التجربة التي عشناها منذ أكثر من شهر، ولعلكم قد لاحظتم الكثير من المؤشرات التي تدل على أن هناك نقاش عميقا، ولو أنه غير معلن على الساحة، ولكن هناك نقاش مجتمعي، وهناك نقاش عقلي، وهناك صدامات أيضا بين الخلفية النقلية والخلفية العقلية، وأيضا هناك تزاحم، وهناك عدة ردود أفعال أيضا ممكن أن نتحدث عنها بإسهاب. تفضل أستاذ زبير، ما هي رؤيتك بشكل عام لهذه التجاذبات؟ شكرا أستاذ حسن على الاستضافة مرة ثانية. بداية القول قد يكون الأنجع والأصوب هو قول الأفغاني: الأزمة تلد الهمة. الهمة، والهمة بمعناها العقلي وحتى الجسمي، الانثى، يعني العلو بالذات، العلو وفي ذات الوقت العلو بالعقل. الجائحة هذه هي أزمة كبرى أعملت العقل ولها فوائد. الفائدة الأولى هي نبهتنا إلى ضرورة إعادة النظر في وسائل واتجاهات تفكيرنا الديني. ما هي هذه الوسائل؟ وهذه اللحظة الأولى تدفعنا إلى ضرورة مناقشة مبدأ كلي يتعلق بثنائية العقل والنقل، وهي مسألة قديمة قديمة قدم جداً. منذ بداية تاريخ التجربة التاريخية للدعوة الإسلامية هناك تناطح بين مدارس عدة. هل نجعل العقل هو وسيلتنا وقاعدتنا الأولى في تفكيرنا لاستنباط الأحكام، أو نكتفي بالنقل على من سبقنا من تجارب الأولين الاجتهادين؟ لكن هناك من يقول أستاذ زبير أن العقل لا يقدم إجابات جاهزة، ونحن
بسرعة، نريد إجابات، نريد أن نطمئن. كيف العقل يقول لك لابد من التفكير، والتفكير يتطلب وقتا وجهدا، ونحن أيضا بحاجة إلى تفسيرات وإلى تأويلات وإلى اطمئنان لنفهم من الناحية الميتافيزيقية، من الناحية الغيبية، من الناحية من الدينية، الناحية كل هذه وسائل ومصادر لفهم الإنسان للكون من الناحية الآنية وفي الظرف الذي الصعب الذي نمر به جميعا، على اختلافات انتماءاتنا العقائدية الدينية، نحن في لحظة خطيرة. هناك توظيف العقل في اللحظة الزمنية الآنية، هذا العقل يدعونا إلى ضرورة التوقف على التفكير الغيبي لإزالة هذا الوباء الخطير. وقلت في الحصة السابقة أن الدعاء جيد وهو سكينة للروح وللجسم في ذات الوقت، لكن ليس هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن بها أن نتغلب القضاء على الجراثيم، على الجراثيم بالتمني والأدعية من الله. الدعاء والتضرع الله هذا شيء مشروع ومطلوب، لكن الله لم يقل لنا فقط بالدعوات نقضي الحاجات، لم يقل هذا على الإطلاق. كان هناك الدعوة والاتكال على الذات والعقل لإيجاد طيب المخرج والوسائل الناجعة للقضاء على هذا الوباء. أما هذا التفكير النقلي لابد من إعادة النظر في وسائله وفي حججه ومحاجته بطرق عقلية كذلك، ولكن طرق عقلية متزنة ورزينة، وليست بواسطة الهجوم والتجني على هذا الاتجاه أو ذاك. تحدث أستاذ عن ضرورة إعادة النظر في الوعي الديني، نعم، على أي مستوى لابد، في أي مستوى يمكن أن نبدأ؟ هل نبدأ على مستوى النخبة العلمية الدينية، أم لابد أيضا أن نذهب بهذا الوعي الجديد إلى المجتمع نفسه الممارس على في الميدان للشعائر الدينية؟ أولا التفكير العقلي يحتاج إلى تضحية وصراحة. ما هو سائد من وعي غير صائب في المجتمع لابد مواجهته بالحجة وبالتربية الرزينة والنصيحة المصوبة بطريقة مباشرة. فممارسات المجتمع الدينية ليست كلها على صواب، ولابد من قول هذه الحقيقة، من القول لهذه الحقيقة بصراحة. لكن وهي هناك من يقول لك على أي أساس تحدد الصواب من الخطأ، والعالم الإسلامي يعيش مذاهب فكرية ودينية وفقهية مختلفة، كل يدعي أنه على صواب والآخر على خطأ، والصراعات المذهبية أنا معروفة. نتحدث على اختلافات اللحظة الزمنية، اللحظة الزمنية. أما الخلافات التاريخية لها منهج ومقاربة أخرى تطول في المدة الزمنية وتتطلب وسائل وأشكال تنظيمية على المستوى المؤسساتي الرئيسية. الوعي العقلي لابد من التركيز عليه من خلال ما يسمى بالمقررات المدرسية، أي المدرسة هي الأساس، وتثبيته في مراحله الأعلى يكون بواسطة التعليم الجامعي. بكل صراحة سيدي الكريم،
وأنا أستاذ في الجامعة أنتمي إليها منذ مدة ليست بالقصيرة، وجزء من مكوناتها البشرية. هناك بعض الاتجاهات في الجامعة لا صلة لها بالعقل، خذ ماذا فعلنا بالتخصصات ذات العلاقة ببث الوعي الصحيح في المجتمع. حولنا مثلا تخصص المجتمع إلى تخصص للدعوة، وأصبحنا نفسر قضايا الإنسان بإرجاعها إلى النصوص الدينية، إلى متن الفتوى الفلانية أو الفلانية التي ترجع إلى هذه. راعي شوف ماذا فعلنا بالفلسفة. طيب. وهي أم العقل، فهنا لابد من تفكير جدي ومستقبلي. نعم. وهنا لابد من عصيرة ذهنية أو إعصار ذهني عميق في هذه القضية بالذات إذا أردنا أن نبني. ولكن ليس كل الناس يذهبون إلى الجامعة أستاذ. صحيح. وليس كل الناس يرتادون إلى المدارس، هناك أناس تجار في الأسواق، هناك أناس في كل المجالات. نجد أن الممارسات الدينية تستقطب كل الشرائح وكل الفئات. صحيح صحيح، وهذا لابد من العمل على تصويبه. وأهل العقل من رجال الدين موجودين، ومواقف التي أظهرتها نخبة وزارة الشؤون الدينية فيما يخص التصدي لهذا الوباء هي بينة على هذا الاتجاه العقلي الرزين والعميق التدين. هو ليس خارج الحقل الديني، هو من وسط الحقل الديني، ويقول بهذا الفكر النير العاقل الرزين للخروج من أزمتنا، بل ونبه إلى التصرفات الخاطئة التي تتم باسم هذا التدين الزائف. إذن أهل العقل من أصحاب الذين ينتمون للعقل لدينا نخبة لا بأس بها، وأبدت الرأي وأظهرت كذلك القول علنية ولم تتردد في قول الحقيقة أن هناك بعض المكونات في الجماعة هي على انحراف وعلى خطأ من حيث الممارسة الدينية. طيب، ولكن نحن نتذكر أن وزارة الشؤون الدينية قد أصدرت فتوى ثم تراجعت عنها، فتوى بالسماح إلى حدود معينة بالصلاة الجماعة، ولكن مع مراعاة التباعد ومراعاة كثير من أساليب الوقاية، ولكن في النهاية كان بقرار سياسي تم غلق المساجد للوقاية التامة في إطار الحجر. سيدي، أنا لا نسميه قرار سياسي، بقرار صحي. لظروف صحية. كان في بداية الأمر الوباء لم يصل إلى درجة خطورته التي وصل عليها على حين، لا نقول التراجع، وإنما إعادة النظر في الفتوى. هذا الشيء الوقية، إعادة النظر في الوتأة في الفتوى وإصدار موقف يتماشى مع خطورة الوضع، وهو الأمر القائم الآن. بالعكس، أن التراجع هو صفة حميدة، ولكن التراجع ليس معناها الرد على الموقف، وإنما هي إعادة تقييم للموقف. ولكن هناك من استغلها سياسيا، مثلا هناك أذكر لك مثال السيد عبد الله جاب الله، وأيضا حتى علي بالحاج أيضا أنكر على وزارة الشؤون الدينية هذا الموقف المعيد للنظر كما ذكرت. والله شوف، لا نقول
بقول اسم هذا أو ذاك، لكن الإثنان قال بي أن هذا الوباء هو امتحان إلهي لكي يتوب الإنسان على خطاياه ويطلب الرحمة والمغفرة. هذا قول غير سديد وغير عقلاني، ولا يدخل في مبدأ الاجتهاد والنصيحة الصائبة للأمة. فلجنة الإفتاء إن كان عليها من المآخذ فلنحددها بصفة هذا المأخذ، ولكن لا نتكلم بصفة الأعم وهي التراجع وكأنهم ارتكبوا خطأ عقائدي. هم تراجعوا على حكم، والتراجع على الأحكام هي من سيمة وميزة الاجتهاد المبني على ملكة العقل، وهذا هو الأمر الذي قاموا به. عندما تبين أن هذا الوباء من الخطورة يمنع حتى التقارب مع أقرب الإنسان إلى الإنسان، وهذا هو واقع الحال. فأرجو وأتمنى مع هذه الاتجاهات النافرة من كل مبادرة لحماية الأنفس أن ينظروا بعقل إلى مصير الذي ممكن أن تأول إليه الأحوال، وهي لحد الآن أقول غير متحكم في مآلتها الأخيرة. صحيح. والإجراءات التي اتخذت أخيرا بفتح المحلات دون التهيئة الصائبة لأصحاب هذه النشاطات، فقد تؤدي، أنا لا أقول تؤدي، ولكن قد تؤدي إلى إعادة تثوير هذا البلد، تثوير، أنا أقول تثوير هذا البلاء، ويصبح أعم وأخطر مما كان عليه. طبعا أيضا هناك نجد أن هناك مساجد كثيرة لجأت إلى بث آيات من القرآن عبر مكبرات الصوت أو في أوقات الصلاة لتعويض المؤمنين عن الغربة التي يشعرون بها تجاه المساجد. سيدي، أنت أطرحت قضية جد حساسة وخطيرة في ذات الوقت. القرآن له جو وله مجال، ليس المجال العمومي بهذه الطريقة. نبث القرآن على مسامع الجميع، هناك من فيهم الطاهر ومن فيهم غير ذلك، لا نقول النجس، نقول فيهم من يزيد في الحمد والآخر يقول عكس الحمد، ولا نقول كلمة أخرى تقال في هذه الناحية. فالقرآن له مجاله، بثه بهذه الطريقة. خوفي أن يؤدي إلى تعميق الاعتقاد الديني الخرافي. يكمن هذاك أننا نصبح من أهل الاستلام أو الاستسلام عفوا شكرا الاستسلام للقضايا والأزمات الكبرى، نصبح نقول هذه من عند الله وقدرها الله وكتبها الله ونكتف الأيدي ونسمع وتذهب الهمة التي تحدثنا عليها، والهمة والأزمة التي تهلت ولد الهمة أصبحت في خبر كان ونرجعها إلى صاحبها تاريخيا. طيب، يؤسفني أن أقول هذا القول وإن كان قاسي، بل قد يشجع بعض أصحاب
التفكير الديني المنحرف وأقول العنيف أن يستغلوا هذه الفرصة لإثبات أنهم كانوا على صواب وهم على صواب وسيرجعون إلى الساحة في ممارسة بث ما يعتقدون أنه الأصح على الساحة العامة. أستاذ عروس، أنت كباحث سوسيولوجي وملاحظ دقيق لتطورات انتشار هذا الفيروس اجتماعيا ودينيا، لاحظت أن هناك ممكن أن نعتبر هذا الجائحة رائزا بيّن لنا كثير من الأشياء التي كانت خفية ولم تظهر للملاحظ قبل هذا الوباء، ثم بعد ذلك يمكن أن نتساءل هل يمكن أن تستمر الأوضاع كما هي عليه الآن بعد جلاء هذه الأزمة، أم سنعود إلى ربما ممارسات سابقة وبشكل أكثر تطرفا وأكثر عنفا ربما، وهل سيعود التدين المتطرف أيضا إلى الواجهة، أم أن هذه الفترة والهدنة الدينية إن صح التعبير ستتمكن من السلوكات الأفراد والجماعات بحيث تهذبها وتسير بها في أنماط جديدة مثل ما هو الآن؟ فعلا هذه الجائحة ولها معانيها في لغتنا الدارجة الشعبية الدارجة، هي رائز وحافز ومحفز يدعونا إلى عادة التفكير بجدية في طرائق ممارستنا لشعائرنا الدينية على مستوى واجبة الصوم، على مستوى طرائق الصلوات إن كانت جماعة أو فردا أو فردية، على مستوى تقديسنا لما هو مستحب ونترك ما هو أساسي، فالإسلام أنا لست رجل فقه أو عقائد، أؤكد أنا فقط نتكلم بصفتي من رؤية سوسيولوجية، الإسلام جعل الحج ركن أساسي من أركان الإيمان ولكن ربطه بالاستطاعة، في هذه اللحظة خلانا نفكر أننا ممكن أن نذهب إلى بيت الله الحبيب. بيت الله لظروف جعلتنا في حالة ما سمي بعدم القدرة أو الاستطاعة، وهو الخوف من انتشار هذا المرض نشره أو الإصابة به، وهذا في الحقيقة ليس جديد في التاريخ الإسلامي، كم من مرة عطلت فريضة الحج في التاريخ الإسلامي، عطلت مرتان أو ثلاثة نتيجة الانتشار أو بيئة خطيرة، فإذا هذه الظاهرة. وهنا كذلك عندما نتكلم على الصيام هو صحيح أحد ركائز العقيدة، ولكن عندما نتكلم على الصيام دائما يرتبط بالقدرة على مستوى صحة الأبدان. طبعا لم يقل صوموا لتهلكوا، طبعا وما قال صوموا تصحوا، صوموا من أجل التوبة، من أجل الرقي بالذات ليس من أجل الحط من الذات. فمن قال هل
إمكانية تعطيل فريضة الصوم. قالت بها ما قالت بها مؤسسة دينية كبرى، وقالت بها على سبيل الافتراض وليس سبيل القطع. احنا دائما كل ما يبدأ رأي نسبقه إلى الحكم النهائي ونصدر عليه فتاوى التكفير والقطع وقطع الرقاب. شكرا الأستاذ زبير عروس على هذه الاستفاضة في هذا الجزء الثاني من البرنامج. شكرا لك كثيرا على هذه الجرأة في الطرح وفي النقد أيضا لمظاهر سلوكية وأيضا لأنماط من التفكير الديني السائدة في المجتمع. نتمنى أن يجد التفكير في كثير من قضايانا، لأننا لا سبيل لنا إلا بالتفكير من أجل التغيير. إلى أن نلقاكم مجددا مشاهدي الأفاضل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.